متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، أسعد الله مساءكم بكل الخير، وإليكم الآن النشرة الجوية. نهار اليوم الاثنين كانت الأجواء دافئة في مختلف مناطق المملكة، وهناك ارتفاعات بإذن الله متتالية حتى نهاية هذا الأسبوع الحالي، وطبعا هذا بسبب اندفاع كتلة هوائية دافئة قادمة من الصحراء الكبرى الإفريقية. نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة بإذن الله في العاصمة الرياض، بتسجل 19 درجة مئوية مع أجواء غالبا صافية، ونسبة الرطوبة 38% وسرعة الرياح معتدلة 18 كيلومتر في الساعة. نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة لنهار غد الثلاثاء في مختلف مناطق المملكة، ابتداء شمالا وسكاكا 31 نهارا مع غبار خفيف و20 ليلا، عرعر 30 نهارا 18 ليلا وأجواء غالبا صافية، تبوك أيضا غبار خفيف أجواء مشمسة 33 درجة نهارا وبتسجل بالليل 19 درجة مئوية بإذن الله. ننتقل الآن إلى المناطق الغربية والمدينة المنورة، 37 درجة مئوية مع أتربة مثارة و25 درجة مئوية ليلا، جدة أجواء صافية ومشمسة 31 درجة مئوية نهارا وبالليل بتنخفض ل 28 درجة مئوية، مكة المكرمة أجواء حارة 39 نهارا 26 ليلا، والطائف 30 نهارا وبتنزل بالليل 20 درجة مئوية بإذن الله. ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية الغربية وأبها نهارا 27 درجة مئوية مع احتمالية لهطول زخات من الأمطار حتكون رعدية، و15 درجة مئوية ليلا أيضا الباحة 27 درجة مئوية نهارا مع احتمالية لهطول زخات من الأمطار حتكون رعدية، وبالليل بتنزل ل 16 درجة مئوية. جازان 35 درجة مئوية مع أجواء صافية ومشمسة، وبالليل بتنزل ل 28 درجة مئوية بإذن الله. ننتقل الآن إلى مناطق الشرقية والدمام نهارا 30 مع غبار خفيف 22 درجة مئوية ليلا، حفر الباطن 31 درجة مئوية نهارا أجواء صافية ومشمسة، و20 درجة مئوية بتسجلها ليلا، والإحساء كذلك الحال 32 درجة مئوية نهارا وبالليل بتنزل ل 20 درجة مئوية وأجواء مشمسة وصافية. أخيرا ننتقل إلى المناطق الوسطى والرياض، العاصمة 31 نهارا 22 ليلا، بريدة وحائل أيضا نهارا 31 درجة مئوية نهارا وبتنزل بليل 18 درجة مئوية. متابعينا هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تصبحون على ألف خير.